السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ محاضرات الاستاتيك راوتينج. إحنا هناخد في أو محاضرات الاستاتيك راوتينج كونفيجريشن، هناخد اللابدا بيزك كونفيجريشن، ثم المحاضرة اللي بعدها الانترميديت، ثم المحاضرة اللي بعدها إيه الأدفانسد. تعالوا نشوف كده. بإذن الله هنحل لاب 21. بمنتهى البساطه انا عندي توبولوجي بسيطه زي دي، وفيرست سايت متصل بالسكند سايت، ومن الاخر عايز اعمل ستاتيك راوتنج بحيث ان بي سي 1 يقدر ايه يبينج على ايه بي سي 2. اعتقد الايه الموضوع ما فيهوش اي مشكله. فادي التوبولوجي عندي اللي انا هشتغل عليه اهي. هفتح الفيرست سايت و هكتب كده شو اي بي انترفيس بريف بايب اكسكلود ان اساين. تمام. ادي عندي فاصل 2 0 0 10 0 0 1 هبينج على السكند سايت اللي هو 10 0 0 2، اهو بيبينج معايا. تمام. ثم بعد ذلك هكتب بقى على الراوتر اي بي راوت اللي انت عايز تروح الى 192.168.2.0، دي الشبكه بتاعت السكند سايت اهو. 0 0 0 لا 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 مش وايلد كارد ماسك، هو سابت ماسك 0، تروح الى 10 0 0 2. ثم هدخل برضو نفس الامر على السكند سايت، بس انا لو دخلت الامر على الفيرست سايت ورحت من البي سي 1 اديت اي بي 1.2/24 على 1.1 از ديفولت جيت واي، وجيت بنكت من بي سي 1 الى بي سي 2 اللي هو مثلا انا عندي بي سي 2 كام؟ اديله اي بي 2.2/24 2.1 as a default gateway، وهعمل كابتشر هنا على اللينك ده، وبنكت من بي سي 1 الى بي سي 2. استنى بس ايه الواير شارك يفتح، وهعمل فلتر على الاي سي بي باكيتس، ثم ادوس البينج بيوصل، البينج بيوصل من 1.2 للراوتر لحد 2.2، بيوصل لحد بي سي 2، بي سي 2 بيرد. تمام. اهو على مين؟ اهو 2.2 بيرد على 1.2 اللي هو الايه البينج ريبلاي او الايكو ريبلاي، بس السكند سايت مش عارف يوصل ازاي لل 1.0. تمام. لذلك فاحنا هنروح للسكند سايت وهدخل ستاتيك راوت لو انت عايز تروح الى 2.1.0، وده السبنت ماسك، روح الى 10.0.0.1 اها، ونبنج مره ثانيه. مفترض كده البنج خلاص يظبط، روح البي سي 1 كده البنج ايه تم. عظيم جدا جدا جدا. طبعا انا ممكن الفيرست سايت ممكن بدل ما اكتب روح ل 10.0.0.2 ممكن اقول له روح الى فاست ايثرنت 0/0، ده اللي طالع على الايه السكند سايت. ولو جيت بنكتب من البي سي 2 من بي سي 1 اهو بنج اهو. تمام. طبعا انا بقول للراوتر روح على الايه، روح على فاست ايثرنت 0 سلاش 0، اطلع من فاست ايثرنت 0 سلاش 0، بس دي تعمل لي مشكله. فاست ايثرنت 0 سلاش 0 دي برودكاست انترفيس، يعني ده ممكن يوصل على سويتش والسويتش ده يروح للسكند سايت مثلا والثيرد سايت. تمام. فانا هقول له لو انت عايز تروح 2.0 اخرج من ده. طب هو المفترض كده الراوتر بقى قصاده ايه؟ تو راوترز تو اي بيز. فانا المشكله ما اقدرش اعمل دي الا في حاله ان فعلا الراوتر 1 متصل بوينت تو بوينت على ايه السكند سايت، اما لو قصاده لو اتصل على سويتش قصاده راوتر كمان فدي اللي تعمل لي ايه مشكله. احنا يعتبر خلصنا لاب 21. انا اعتبر خلصت. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.